عودة الايجيبشن ليج، ولا تقول لي دوري انجليزي ولا تقول لي دوري اسباني. الايجيبشن ليج هيبدأ يا ناس. اول مباراة للنادي الاهلي في الدوري المصري امام الاسماعيلي، مباراة هتكون قوية جدا جدا يا برنس، بشكل الدوري المصري بشكله الجديد بتصويره الاتش دي، تصوير باكتر من 10 كاميرات. اخيرا اخيرا هنشوف الدوري المصري بشكل محترف، اخيرا هنشوف الدوري المصري بألف من جمهور النادي الاهلي وألف من جمهور نادي الاسماعيلي، اخيرا هنحس ان الروح هترجع تاني للكرة المصرية يا برنس. بص عايز خلينا نتفق كده يا برنس، رغم كل الدوريات اللي بتلعب في العالم دي كلها، ولكن يبقى الدوري المصري يعني حلو كده، يعني الكريزة بتاعتنا تحس في حاجة ناقصانا، هو الايجيبشن ليج كده يا برنس. النهارده باذن الله هكلمك على تشكيل النادي الاهلي امام الاسماعيلي، وخطه اللعب اللي هيبدا بيها موسيماني امام الاسماعيلي، والتكتيك والتحركات بتاعت لعيبه النادي الاهلي اللي لازم تتحرك امام الاسماعيلي عشان باذن الله نكسب المباراه ديت، عشان مباراه صعبه جدا، مباراه قويه جدا جدا يا برنس بين برازيل مصر وبين النادي الاهلي يا برنس. ولازم يا موس تركز معايا، عشان البداية لازم تكون قوية جدا جدا، وهنشاهد بإذن الله الصفقات الجديدة بتاعت النادي الأهلي وعودة نجوم النادي الأهلي تاني إلى تشكيل فريق النادي الأهلي. وركز معايا يا موسيماني، ركز معايا يا موسيماني، الدوري ما يروحش، الدوري ما يروحش يا برنس. ولكن قبل ما نخش بقى في التفاصيل يا برنس، عاوزك دلوقتي تنزل في التعليقات تتوقع نتيجة المباراة يا برنس، وتدعي للنادي الأهلي ربنا يسهل له الحال، وما تنساش انك تصلى على سيدنا محمد، وما تنساش انك تعمل اللايك بتاعك، وعاوزين نوصل الفيديو ده ل 200 لايك 300 لايك يا برنس. ولو انت لسه ما اشتركتش في القناه يا ريت تنزل تشترك معانا في القناه وتفعل زر الجرس. ويلا بينا يا برنس نروح نقول لك على تشكيل النادي الاهلي وعلى التكتيك اللي هيلعب بيه النادي الاهلي امام الاسماعيلي، وخطه موسيماني ومفاجآت موسيماني في تشكيل النادي الاهلي وعوده النجوم والصفقات يا برنس. يلا بينا نروح نتفرج على تشكيل النادي الاهلي امام الاسماعيلي. تشكيل الاهلي امام الاسماعيلي في الدوري يا برنس في اول مباراه رسميه. بص بقى، علي لطفي هيبدا في حراسه المرمى، عندك بدر بنون، وعندك ايمن اشرف في قلب الدفاع، عندك اكرم توفيق ناحيه اليمين، وعندك علي لطفي ناحيه الشمال، اتنين في نص الملعب اليو ديانج وعمرو السوليه، ناحيه اليمين تاو، ودي اول مباراه رسميه لتاو مع النادي الاهلي، ناحيه الشمال هيبقى كهربا واللاعب رقم 10 صانع الالعاب قفشه، وفي الهجوم محمد شريف المخيف يا برنس. بص بقى يا برنس على الطريقة اللي لازم يلعب بيها النادي الأهلي أمام الإسماعيلي عشان النادي الأهلي يكسب. عندك محمد شريف ده متحرك جدا، يعني من المهاجمين اللي هي بتتحرك كتير في ال18 وبره ال18. قفشة دوت من اللعيبة اللي هي بتربط خط النص ده كله، شاف الأربعة دول اللي بيربط الأربعة دول بالأربعة دول، هو قفشة، هو صانع الألعاب، هو المحرك للفريق النادي الأهلي في أي مباراة. لو تتفرج في مباراة العودة أمام الحرس الوطني هو كان يعني كلمة السر للنادي الأهلي في المباراة يا برنس. قفشة من اللعيبة الممتازة جدا، من اللعيبة اللي بتنزل وبتستلم الكورة وبتتحرك ناحية اليمين وتلاقي ناحية الشمال، وبتحرك هنا وبيسلم وبيروح وبيهاجم، وبتلاقيه كتير بره ال 18 عشان يقدر يا برنس يصوب أي كورة على المرمى. كهربا من اللعيبة اللي بتتحرك، وانا اتمنى ان انا اشوف كهربا وعلي معلول الاتنين دولت يعملوا ثنائية زي علي معلول وبتاعت اجاية لو تفتكرها يا برنس، وكان برضو عندك علي معلول ورمضان صبحي، فانا اتمنى ان كهربا يعمل ثنائية مع علي معلول، ان كهربا في اليومين دول متألق جدا وفايق جدا جدا يا برنس. اليو ديانج من اللعيبة الممتازة جدا، ومن اللعيبة اللي ما ينفعش تقعد دكة، ان اليو ديانج ده يعني من نوع اللعيب النادر جدا، لعيب متحرك جدا في الملعب، بلعيب من اللعيبه اللي بتقدر تتحرك كتير، من اللعيبه اللي بتقدر تهاجم وبتقدر تدافع، ومن اللعيبه اللي بتقدر تقطع الكرات بشكل ممتاز جدا يا برنس، وفي الهجمات المرتده تقدر تستخدم اليو ديانج في السرعات بشكل كبير جدا يا برنس. ونيجي بقى نتكلم على تاو. تاو ده يا برنس من اللعيبه الممتازه جدا، ومن اللعيبه اللي هي كرتها حلوه، تاو من اللعيبه اللي بتتحرك على الاطراف كتير، ومن اللعيبه اللي هي بتضم، ان هو لعيب بيلعب برجله الشمال، فهو بيضم كده زي محمد صلاح، وممكن تيجي ناحيه الشمال كده ويشوطها ناحيه في الزاويه البعيده لحارس المرمى يا برنس، لان النوع من اللعيب اللي زي تاو ده مش موجود في النادي الاهلي. فتاو ده من الصفقات اللي هتفيد بشكل كبير جدا النادي الاهلي، وده الصفقات اللي تحس ايه كانت ناقصه النادي الاهلي، وهو لعيب متحرك جدا، ولعيب بيلعب تحت الفراوده زي ما كان قفشه كده، ولعيب بيلعب زي المهاجم مع الراس حربه، يعني ممكن تشوف فيه
النواحي الهجوميه ممكن تشوف تاو وتشوف افشه وتشوف كهربا وتشوف اليو جانج وتشوف عمرو السوليه هو اللي واقف ورا، او اليو جانج اللي ورا وعمرو السوليه هو المتقدم، وتلاقي النادي الاهلي بيهاجم بالخمسه، وبتلاقي على طول اساسا علي معلول بيبقى متقدم في النواحي الهجوميه وبيطلع يعمل خطوره بشكل كبير جدا. اكرم توفيق من اللعيبه الممتازه جدا اللي صعب اي لعيب وهو رايح يهاجم على الناحيه الاهلي من ناحيه اليمين، اكرم لعيب يعني من اللعيبه اللي هي ممتازه جدا ومن اللعيبه اللي هي ما بتترقص بشكل كبير جدا في الملعب يا برنس. فده اكرم توفيق ناحيه اليمين ده باذن الله يقفلها لك ضبه ومفتاح. بدر بانون من اللعيبه اللي هي كورتها حلوه يا برنس، يعني بدر بانون من اللعيبه اللي بتعرف تسلم وتستلم وتعرف تبني الهجمه من تحت وبتتحرك كتير، لعيب تحس اللي هو ايه لعيب هادي كده وعاقل جدا جدا. ايمن اشرف من اللعيبه الرجوله جدا 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 يا برنس، ومن اللعيبه المقاتله وبتقدر تهاجم بشكل كبير جدا وبتقدر تؤدي ادوارها الدفاعيه بشكل ممتاز جدا جدا. علي لطفي، علي لطفي يعني تحس ان عليه علامة استفهام، ما تعرفش انت تقف مع علي لطفي او تنتقد علي لطفي، لان علي لطفي ما بيلعبش، وفجأة علي لطفي لما يلعب بتلاقي جوان غريبة جدا جدا بتخش في حراسة مرمى النادي الاهلي لما بيكون موجود الشناوي وما بتخشش الاجوان دي. ولكن عذرا لعلي لطفي، علي لطفي لما كان موجود مع نادي انبي كان متألق جدا يا برنس، ولكن المشكلة ان هو الفترة اللي هو بيقعدها فالنوع يعني النوع ده من المركز ده بالذات مركز حراسة المرمى لازم الحارس يلعب كتير عشان يقدر ياخد احساس ال18 واحساس المرمى غير اللعيبة، يعني حراسة المرمى دي غير اللعيبة يا برنس. وده كان تشكيل النادي الاهلي واللي هقوله لك تاني يا برنس، علي لطفي حراسة المرمى، بدر بانون وايمن اشرف واكرم توفيق، وعندك علي معلول، وعندك اليو ديانج والسوليه في نص الملعب، وعندك قفشه صانع العاب، وكهربا ناحيه الشمال، وتاو ناحيه اليمين، ومحمد شريف في الهجوم يا برنس. بعد ما شفنا تشكيل النادي الاهلي امام الاسماعيلي يا برنس، وشفنا خطه اللعب اللي هيبدا بيها موسيماني امام الاسماعيلي باذن الله، واللي ان شاء الله يكون النادي الاهلي بطل هذه المباراه، وان شاء الله الاهلي يكسب يا برنس المباراه ديت، عشان مباراه قويه جدا، مباراه صعبه جدا يعني قدام نادي كبير زي نادي الاسماعيلي بشكل كبير جدا، يعني هتبقى مباراه قويه جدا ومباراه ناريه يا برنس، ولازم ان شاء الله اللي احنا نشوف الصفقات الجديده وهنشوف تاو. تاو من اللعيبه الممتازه جدا، تاو من اللعيبه اللي بتتحرك كتير واللي نفسي اشوفه، نفسي اشوف تاو مع النادي الاهلي، نفسي اشوف الصفقه دي بالذات مع النادي الاهلي، لان هو صفقه ممتازه، صفقه مختلفه عن كل اللعيبه الموجوده في فرقه النادي الاهلي، ولكن كل احترامنا لكل اللعيبه الموجوده، ولكن تاو من نوع خاص، لعيب كده مش موجود منه في النادي الاهلي، اللي هو لعيب برجله الشمال الحريف اللي هو جسمه الرفيع ده اللي بيقعد يرقص ده، نفسي اشوفه، نفسي اشوف ده مع النادي الاهلي. هو كان مع موسيماني لما كان مع في صن داون كان متألق جدا وكان مكسر الدنيا، اتمنى ان هو يكسر الدنيا كمان مع النادي الاهلي يا برنس امام الاسماعيلي، ان شاء الله هتكون بدايه قويه جدا جدا للنادي الاهلي يا برنس، وهتبقى مباراه ممتعه، الدراويش برازيل مصر، الكوره، الباص الجميل والتكتيك والكلام الجميل ده امام برضو النادي الاهلي فريق كبير جدا، وان شاء الله هنشاهد مباراه قويه جدا 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 يا برنس امام النادي الاهلي، الاسماعيلي امام النادي الاهلي والاهلي امام الاسماعيلي، في مباراه ممتعه جدا، واحد كان يتمنى ان يكون المباراه ديت الاستاد مقفول بالجمهور يا برنس، ولكن هيكون في 1000 من جمهور نادي الاسماعيلي و1000 من جمهور النادي الاهلي في مباراه ممتعه جدا بقى بتصوير الاتش دي والعشر قمرات، والدنيا بقى زي الفل، والدنيا زي الفل بقى، والدوري بشكله الجديد وسلطاته وبابا غنوباته وكل الكلام ده يا برنس، يعني انت دلوقتي بتتكلم على بدايه موسم بسم الله الرحمن الرحيم اتش دي، يعني الله اكبر، اخيرا هنشوف الدوري المصري بالصور باتش دي ب10 قمرات، عوده الايجيبشن ليج يا عم، يعني تضحك كده وتفرح ان الدوري المصري راجع رغم كل الدوريات اللي بتتلعب معانا في العالم بقى، دوري انجليزي، دوري اسباني، وهنا وهنا، ولكن المتعه برضه، المتعه الدوري المصري يا برنس هو هو الايجيبشن ليج، ما بيتغيرش، ما بيتغيرش يا برنس، متعه الايجيبشن ليج. ولكن اتمنى ان شاء الله يكون الحلقه عجبتك يا برنس، وصلنا لغايه نهايه الحلقه، قلنا لك على تشكيل النادي الاهلي، وقلنا لك على خطه اللعب اللي هيبدا بيها موسيماني امام الاسماعيلي باذن الله. ما تنساش اللايك بتاعك، ولو انت اول مره تشوفنا يا ريت تنزل تشترك معانا في القناه وتفعل زر الجرس يا برنس، وسلام.